أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج تقول: فضيلة الشيخ، عند الميقات نويت العمرة متمتعة بها إلى الحج، وبعد الاغتسال للإحرام وليس الملابس الداخلية، قمت بوضع بودرة تحت الإبط والحلود. نعم، تقول: ولبس الملابس الداخلية قمت بوضع تحت الإبط بودرة بين العود، علما بأنها معطرة، وكان قصدي فقط إزالة رائحة العرق وكراهيتي أن يخرج ذلك عند الناس، وقد عرفت بعد ذلك بأنني مخطئة فيما فعلت، ولم أقم بإعادة إحرامي وتغيير ملابسي، وفي اليوم الثامن من الحج أحرمت ولم أمس شيء أثناء الإحرام لمعرفة ذلك، فماذا يلزمني؟ لا بأس بالتطيب قبل الإحرام، قبل عقد نية الإحرام. فإذا كان ما حصل منك قبل عقد نية الإحرام فهذا لا بأس به، والإنسان يتطيب قبل الإحرام في بدنه، يطيب بدنه، هذا سنة لأجل إزالة الروائح الكريهة. لكن المرأة لا تتطيب بالطيب الذي له رائحة قوية يشمها الناس، وإنما تتطيب بطيب له رائحة غير قوية مما يزيل العرق ويزيل عنها الرائحة الكريهة، هذا قبل الإحرام. أما بعد نية الإحرام فلا يجوز للمحرم أن يتطيب، لا رجلا ولا امرأة، فإن فعل متعمدا فعليه الفدية، وهي إطعام 10 مساكين. الفدية هي كما قال الله جل وعلا: إطعام 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة توزيعها على الفقراء، أو صيام 3 أيام. هذا في حلق الرأس، حلق الرأس من أجل الأذى، ويقاس عليه التطيب بجامع أن كل منهما نوع من الترف، فإذا فعل هذا متعمدا بعد الإحرام عليه الفدية. أما إذا فعله ناسيا فليس عليه شيء، ولكن يزيل الطيب، يبادر بإزالة الطيب. ومن لم يعلم إلا بعدما أنهى الإحرام تحلل ولم يعلم بهذا ولا يعلم بالحكم فليس عليه شيء، لأنه معلوم بالجهل. نعم.